المنشور الزجاجي أو البريزم تقنية مش جديدة، بدايتها كان ما يسمى Practical Lens Effect، وهو استخدام أي شيء ممكن وضعه أمام العدسة علشان نحصل على تأثيرات مختلفة أثناء التصوير، تأثيرات بنحصل عليها أثناء التصوير مش في مرحلة المونتاج أو المؤثرات. الفكرة دي استخدمتها بعض الشركات علشان تنتج قطع زجاجية مبهرة ومعدة مخصوص علشان تستخدم في التصوير. ممكن تكون القطع دي غالية نسبيا زي المجموعة اللي اسمها Fractals، وهي موجودة في مواقع التسوق على النت بحوالي $100، ودي بعض نماذج الشغل المنفذ بيها. ميزة المنشور العادي المتاح في الأسواق سواء على النت أو في محلات الوسائل التعليمية إنه رخيص بحوالي $6، يعني أقل من 100 جنيه، ويمكن تلقاه بسعر أقل كتير كمان. علشان تستخدم المنشور كل ما عليك إنك تستخدم أوسع فتحة عدسة متاحة، ويفضل أوسع من 2.8، وده علشان حواف المنشور تكون ناعمة وما تبانش في الصورة. الفوكس لازم يكون مانوال لأن الأوتوماتيك هيتوه بين المنشور القريب من العدسة والموضوع البعيد. الكاميرا لما تكون محمولة بتدي تنوع أكتر في النتائج اللي هنحصل عليها. وأخيرا في شركات وفرت البريزم نفسه كنوع من الفلاتر، وصممت له وسائل علشان يترتب على الكاميرا نفسها ويساعد المصور إنه يحصل على أفضل نتائج. المنشور ممكن يؤدي وظائف كتيرة سواء كفلتر أمام العدسة أو أمام الإضاءة نفسها لتحليل الضوء، وإن احنا نحصل على ضوء ملون على الموضوع المصور.